من فترة كده عالم الآثار المشهور زاهي حواس كان في بعثة للبحث عن المعبد الجنائزي لتوت عنخ آمون، والكلام ده كان في البر الغربي شمال معبد هابو في مدينة الأقصر، وهم شغالين بيدوروا واكتشفوا حاجة غير متوقعة إطلاقا. هنعرف تفاصيل أكتر جوه المورستان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المورستان. موضوع حلقتنا النهارده مختلف تماما. النهارده هنتكلم عن اكتشاف فرعوني حصل من يومين كده، وده يعتبر تاني اكتشاف اثري مهم بعد توت عنخ آمون. طب يا ترى ايه الاكتشاف العظيم اللي حصل ده؟ هقول لك انا. وهم شغالين بيدوروا على المعبد اكتشفوا مدينه فرعونيه كامله مدفونه تحت الرمله تعود لعهد الملك ابن حوتب الثالث، وده الملك التاسع من الاسره 18، ويرجع عمرها لاكثر من 3000 سنه. واستمر استخدام المدينه من قبل الملك توت عنخ آمون، وتعتبر المدينه دي اكبر مستوطنه اداريه وصناعيه في عصر الحديث، واسمها بالهيروغليفي تحن آتون، واللي معناه إشراقة أو صعود آتون. طيب ثانية واحدة بس كده، هو إزاي آتون وإحنا بنتكلم عن الملك ابن حوتب الثالث؟ يعني المفروض نتكلم عن الإله آمون. بص يا ريس، عشان تبقى فاهم كده، في آخر فترة الملك ابن حوتب الثالث اشترك معاه في الحكم ابنه الملك إخناتون، خد له معاه حوالي 8 سنين كده. في الفترة دي في جزء كبير جدا حوله للإله آتون قبل ما ينتقل لتل العمارنة هو ونيفرتيتي. يعني اكتشاف المدينة ممكن يساهم في حل اللغز بتاع رحيل الملك إخناتون هو ونيفرتيتي لتل العمارنة. طب هم لقيوا ايه في المدينه بالظبط؟ اللي تم اكتشافه حتى الان ان المدينه دي كانت سكنيه وصناعيه، ده لانهم وجدوا غرف للمعيشه وورش لصناعه نعل الاحذيه والافران. وفي النص كده كان في شارع رئيسي محاط باسوار عاليه ارتفاعها حوالي 3 متر على شكل زجزاج، وده عشان يديها قوه وصلابه ويحميها من التصاق. وكمان وجدوا هيكل عظمي للانسان واواني فخاريه في منتهى الروعه، بعضها مازال يحتفظ بالنقوش والالوان وشوية تماثيل صغيرة كده، وأختام وتعويذ وخنفساء الجعران. واكتشاف المدينة ده هيدينا صورة أوضح عن شكل الحياة اليومية في العصر الفرعوني. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناة وسيب لنا رأيك في الكومنتات.